اعتقد ان الخلع حق للمراه، ودي حصلت في الاسلام عندما احد السيدات قالت للرسول ان زوجها شكله يعني لما بتنظر للرجاله بتلاقيه هو شكله وحش وهي تخشى على نفسها. فقال لها رد عليه حديقته، وكان مديها حديقه هديه، فردت عليه. فاذا في هو الخلع نوع لتجنب الاضرار الثانيه. يعني انا مع قانون الخلع، انا حابه اي واحده عندها حريه شخصيه ان تطلب الخلع من جوزها ان هي تدخلها. انا مش عايزاه يتلغي، انا عاوزاه عشان مش من حق حد اصلا يجي لحق المراه. لكن بالنسبه للطلاق انا عايزينه بلاش ياخد 5 أو 10 سنين عشان حرام، مش عايزين الناس تفتري على الستات برضه. اتفق مع الغاء قانون الخلع السابق، وذلك لان قانون الخلع السابق لم يكن قانونا بالشكل الذي يقال عنه قانون او موضوع قانون للمناقشه. انا ضد قانون الخلع طبعا، مش موافق على الكلام ده ان الرجال قوامون على النساء. الخلع حكم شرعي، قال الله تبارك وتعالى: فان خاف الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لكن قانون الخلع الموجود الان في القانون المصري هو قانون سياسي دبر بليل لأغراض ومصالح معينة. أنا لا أقول بالإلغاء لأنه قانون شرعي حكم شرعي، ولكن أقول لابد من إعادة النظر فيه.